قرأت نصيحة مملوءة إني قرأت نصيحة مملوءة بالخير والتوجيه والإحسان، فالنصح مطلوب لكل مغادر يرجو الجنان مخافة النيران. وسمعت أن الشيخ فانع قالها في خطبة قد زانها ببيان، فالشيخ فارع فاضل متواضع يدعو العباد ومن قديم زمان. فأتيت من بيت الفقيه مشاركا في نظم نصح فاح بالريحان، فلقد أفاد وقد أجاد بنصحه وضع الكلام بحكمة العرفان. فأتى بعشر نصائح وخلائل تدعو العباد لطاعة الرحمن، إذ قال تقوى الله زاد للفتى إن كان في الإسرار والإعلان. من بعدها تتلو الكتاب مرتلا للورد فهو يزيد في الإيمان، حافظ على أذكار يومك إنها حصن يقيك مكائد الشيطان. وكذاك علمها بنيك ليحفظوا من كل شر في بني الإنسان، أد الصلاة مع الجماعة دائما صل النوافل تنجو من حرمان. وادعوا العباد لربهم وانصح لهم كن آمرا بالخير كل أواني، أقبل على علم الكتاب بكل ما تقوى عليه فتنجو من زيغاني. فوسائل العلم الجميل